مزراحي. بقول لك ايه يا مزراحي؟ هو رافي فين؟ بقى له مده مش باين. رافي دخلته مستشفى وعمل عمليه جراحيه في القلب. الله 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 الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ومحدش يقول لي؟ الله، ده كلام يا مزراحي؟ ما رضيتش اشغلك، انت كمان كان عندك مشاكل كتير. المهم هو صحته عامله ايه دلوقتي؟ اوعى يكون هيخلص، ده انا ليه عنده فلوس قد كده. لا ما تخافش. ما تخافش نجيبيه. البني ادم بيموت لكن الدين عمره ما بيموت. يعني هو دلوقتي في المستشفى ولا خرج؟ طمني. لا خرج وبقى تمام. امال ما بيجيش ليه؟ اصله ظروفه صعبه كتير نجي بيه. عليه ديون كتير لناس، وكمان في مشاكل مع روني ميتال السمسار. ليه؟ اخذ شيكات عليه وقدمها للمحكمه. عارف نجي بيه؟ كان رافي عندي في البيت وقعد يشتكي لي ويعيط بالدموع، ده خلاص حياته اتدمر خلاص. وروني يعمل كده ليه؟ اما الراجل ناقص صحيح، مش قادر يصبر على الراجل شويه؟ اهو جه على السيره، ريتنا كنا افتكرنا ربع شيكل. ايه مستر ناجي؟ عمال اكلمك في التليفون كتير وانت ما بتردش. ما انا عامله سايلنت، مش عايز حد يكلمني. مش مخمز راح بسادر. روني، ايه اللي انت عملته في رافي ده؟ انت ليه واطي كده؟ انا بصراحه صبرت عليه كتير، صبرت عليه كتير قوي، مره واتنين وتلاته، وانا عندي مصاريف. مصاريف ايه؟ انا عمري ما شفتك بتحط ايدك في جيبك يا راجل. انا كمان واخد على خاطري منك كتير مستر ناجي. ليه؟ لما انت ناوي تبيع الشقه اللي تحتك تروح لحد تاني جروني، وانا اعرف من بره. تعرفت؟ لا ما تجيش منك دي مستر ناجي ابدا. ما انا لو كنت جيت لك كنت حفظت سعر الشقه، وانا مش ناقص خساره. كنت هشتري بالسعر اللي انت تقول عليه. تعرف الشقه جايبه كام قبل ما نتكلم؟ عارف، بس دي مبالغات كتير قوي مستر ناجي. ساعه دفع الفلوس في امور كتير قوي بتتغير. عشان كده بقى ما كنتش برد عليك في التليفون. انا ما عنديش شقه تتباع. مستر ناجي، انت ناوي ترجع مصر امتى؟ بعد ما بيع الشقه على طول. خلاص، النهارده بالليل هيكون عندك كل الفلوس كاش. دولارات وبالسعر اللي انت عارفه. ما تقلبش دماغي بقى. اوكي، اللي تشوفه. اصحى فوق. سناجي، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ تعيا وتخش المستشفى وانا ما اعرفش؟ اعرف لما تخرج من المستشفى. وبعدين قطعت بينا مره واحده كده، انت زعلان مني في حاجه؟ انا حبيبك يا رافي. انا اسف سناجي، أنا بس مكسوف منك، أنت عمرك ما تخليت عني أبدا. يا راجل ما تقولش كده، إحنا ناس متحضرين
نقدر برضو الظروف بعض. أنت راجل كويس مش ناجي. ميرسي. أنا جاي أسلم عليك. أنا نازل مصر خلاص. سناجي أنا عارف أنت ليك فلوس كتير عندي بس أنا دلوقتي. أوعى تكمل. أنت عبيط ولا إيه؟ أنت ما عرفتش أنا عملت إيه في روني متال. اسأل مزراحي. مرمطت به الأرض. عايز يسجنك الحقير الواطي. وأنا هتسجن خلاص مسيو ناجي. محامي قال لي مفيش أمل. حاولت آخد سلفية من البنك عشان أسدد. البنك مش عايز يديني. يغور البنك باللي فيه لا يتحرق. تعرفت عامل معايا ايه؟ عارف سناجي عرفت. عرفت مين اللي فقعني الاسفين ده وعمل الليلة دي كلها؟ عارف سناجي عرفت. قريبة بتاع الشباك. بلاش نتكلم هنا مسيو ناجي سيبه بلاي بلاش نتكلم. فعلا تعال نكمل في البيت عشان نتكلم براحتنا. حتى الخمرة هنا مغشوشة. حسام الصرافي خلي بقى علشانك. سلامتك يا بروف. سلامتك حبيبي تعالى يلا. شوف يا رافي يا اخويا اللي عايز يعيش سعيد في الدنيا دي ما يقعدش يحلم بيها لازم يعملها على ايده هاند ميد يعني. خلي بالك خلي بالك يعني انا مثلا ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي لان انا عارف ان مفيش ولا واحده في الدنيا تقدر تستحملني ولا انا كمان اقدر استحمل اي واحده. انا عايشها لحظه بلحظه بستطعم كل ثانيه في حياتي. الثانيه اللي بتروح ما بترجعش يا رافي. الثانيه اللي بتروح ما بترجعش. معك حق مسيو ناجي معك حق. والله انت صعبان عليا يا اخي. شوف بقى لي كام سنه اعرفك عمري ما شفتك مبسوط.